اور میت کو سر کے طرف سے قبر میں اتاریں. میت کو قبر میں داہنی کروٹ سے اس طرح لٹائیں کہ اس کا پورا جسم بمائے چہرہ قبلہ رخ ہو. سر کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا کر رکھ دیں. دفن کرتے وقت اس چیز کا خیال رہے کہ میت اوندھی نہ ہونے پائے. لہذا دہنا ہاتھ جسم سے قدرے آگے کر لیں, کفن کے بند کھول دیں. تلقین کے احکام. قبر بند کرنے سے قبل میت کی تلقین پڑھیں. میت کا داہنا شانہ داہنے ہاتھ سے اور بایاں شانہ بائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑیں, اور جب میت کا نام بمائے والد کے لیا جائے تو شانہ ہلائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمع افهام, اسمع افهام, اسمع افهام يا. میت کا نام بمائے ولدیت نے اور شانہ ہلائے. هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادتي ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله سيد النبيين وخاتم المرسلين وان عليا امير المؤمنين وسيد الوصيين وامام افترض الله طاعته على العالمين وان الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى أبرار يا. میت کا نام بمائے ولدیت نے اور شانہ ہلائیں. اذا اتاك الملکان المقربان الرسولان من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي
المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد باقر علم النبيين إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا ميت کا نام بمے ولدیت نے اور شانہ ہلائے ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ نعم الرسول وان امیر المومنین علی ابن ابی طالب واولاده الائمه الاحد عشر نعم الائمه وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا ميت کا نام بمے ولدیت نے اور شانہ ہلائے ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم قرب الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأسعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك عفوك. اگر میت عورت کی ہے تو تیسری منزل قبر کے قریب کریں اور میت قبلہ رخ قبر میں سائڈ سے اتاریں قبر میں اتارنے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے نامحرم بالکل ہٹ جائیں جب تک کوئی شرعی عمل مانے نہ ہو قبر بند کرنے سے قبل میت کی تلقین پڑھیں تلقین برائے عورت عورت کی تلقین کے سلسلے میں قبر میں شانہ ہلانے کے لیے شخص کا محرم ہونا ضروری ہے بہتر ہے کہ پردے کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم